علي حسن الشهير بعلي سبايسي كابو جماهير النادي المصري. طبعا 30/6 دي تاريخ عظيم لينا بالنسبه لبورسعيد، لان بورسعيد اول شوكه كانت في ظهر الاخوان. فاحنا كنت انا صاحب الفكره واول توكيل لعبد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. وبسبب اللي كان الفكره اجت، احنا ما جبناش الفكره من بره، احنا جبنا الفكره من سعد زغلول اما كان ايام الاحتلال، لما جمع التوكيلات من الفلاحين وكده وسافر بيها عشان الراي الخارجي والكلام ده. فاحنا جبنا التاريخ من التاريخ، جبنا الفكره من التاريخ المصري، احنا رجعنا بس الذكريات. فبالنسبه لبورسعيد، يعني يمكن بورسعيد في الذكرى دي بالذات يعني شايف اللي هي بتبقى مظلومه فيها، لان بورسعيد اول حاجه عملت كل حاجه، كانت هي البدايه في كل حاجه ضد هذا النظام الطاغي، ووقفت في ظهر عبد الفتاح السيسي اللي هو بالنسبه لنا رمز لكل رمز الوطنيه بجد، وهو حاجات كتير بيعملها ولسه بيعملها، واحنا متفائلين خير في اللي جاي. وانا عايز اقول للرئيس في الذكرى ديت ان بورسعيد ما فيهاش مليون مواطن، بورسعيد فيها 3 مليون فدائي في ظهر عبد الفتاح السيسي وفي ظهر مصر وفي ظهر القوات المسلحه وشرطتها. و يعني اقل كلمه تتقال ان بورسعيد اول من اخترناه، يعني احنا اول من اخترناه وهنفضل لاخر العمر معاه ان شاء الله ضد اي حد يفكر يلمس تراب مصر.